السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير. دلوقتي إحنا بنجري وراء الموتوسيكل ده اللي هو طبعا جالنا بلاغ، الموتوسيكل هربان وبنجري وراه، وطبعا الدنيا مطرة بقى والشغل شغل الأفلام ده. دلوقتي هو بيجري وراه، نجري وراه تاني، نحاول كده. أيوة بتاعت الفرامل دي، يعني هي في الأفلام ممكن تشتغل، لكن معايا سبحانه نتحرك برضو كده وراه ونجري. هو بس تحس إن هو الطريق مش عارف، يعني بيزحلق جامد اوي، يعني تحس ان العربيه مش ماشيه يعني تمام. خلي بالنا انا، وخلي برضه بقى في السوق، يعني برضه عمال يخش، يعني بيتوهني شكله، بيخش الجراج. بص يعني بيخش الجراج ملوش دخله، يعني عشان هو موتوسيكل طبعا اماكن ضيقه بيعدي منها، بيشتغل الناحيه دي. بس عربيه الشرطه يا لهوي، كان هيتعمل دلوقتي كمين. مش ثواني بس افيشه دلوقتي. نجري وراه. ايوه اوب بقى الحته دي، بس مش مهم العربية، أهم حاجة يتقبض عليك. طبعا أنا هنشل على إيدك. أيوة بقى، استنى مش عايزه يموت. هنا واقفش جري برضه، بس العربية التانية خلاص الدعم كده وقفه. طبعا هو مش عارف، مش هادي يقف بتاع تقريبا معلقة. أنا هديله ده تفوقه دلوقتي، خد دي بقى عشان تفوق. طبعا بقى شرطي فاشل كده، احنا كده قتلناه. نحاول نعالجه، طيب نصلح المشكله اللي احنا عملناها دي. نشوف كده الاسعافات الاوليه كده في الشرطه اللي احنا خدناها، اسعافات اوليه. مش عارف اديله كوبري الحياه ده ولا مش عارف والله. هو النبض الصناعي، يعني هو يعني بيجس نبضه من ناحيه الوش، مش عارف ازاي. تنفس صناعي يوم هو المفروض فيلد، اللي هي مكتوبه فيلد فوق، يعني منفعتش للأسف. ازاي انا معرفش، انا لغاية دلوقتي الواد ده مجنون، يعني مش عارف والله. يعني بصوا، يعني الواد ده قام هو ميت، مش عارف. انا هضربه بالنار برضه احتياطي عشان ممكن يقب لنا كده فجأة. هو بص، هو النار يتضرب كذا طلقة كده عشان ميقومش تاني، عشان انا مش ضامنه. نتحرك برضه بالعربية ونشوف برضه في مهمة تانية جات لنا، إن في بلاغ طبعا تسليم مخدرات، وإحنا هنروح دلوقتي نقبض عليهم إن شاء الله. نخش من الناحية دي والناحية التانية إن شاء الله. إحنا عاملين كمين، أنا أخش من الناحية دي وباقي الزمايل إن شاء الله يخشوا من الناحية التانية ونعمل عليهم كمين. أهم حاجة بس كده نخوفهم كده ونضرب نار كده عشان يفوقوا. بس بص هما عرفوا إن إحنا جايين، بس هو كده كده كمين يعني. ده برضه الشرطة جايين، شايفين يعني من الخريطة إن هما جايين من ناحية الشمال، وأنا قافل الناحية دي. وفي برضه اتنين من ناحية المخزن، مش عارف دول بقى ينظموا. بس احنا اكتر، مش اكتر في العادة تقريبا. هي هوقف الواد ده. انزل على الارض، انزل. شبه فيكتور الواد ده، مش عارف ليه. انزل تمام كده بسرعة. وقف صحابي، في واحد دلوقتي شرطي مصاب عندنا، وفي واحد معاه اهو. خلاص ده مات، فاضل كده فاضل واحد. احنا عندنا اصابات للاسف، واحد ده حاول يوقفه اهو، عمال يضرب نار ولسه ميت. يا اوف اوف، عندك متحركش، ارفع ايديك يا جدعان. مين بيضرب؟ مش عارف مين بيضرب نار يا عم، محدش يضرب يا عم. اوف عندك يا ربي. نحوط كده برضه الناحية دي عشان محدش يضرب نار عنه. انا عايز يعني هو اللي عايش يعني نمض عليه ونستجوبه. شكله على اساسه بتاع رئيس العصابة شكله تقريبا، يعني هو لبسه شوية حقير بس أكيد بيبقوا كده بيعملوا تمويه. يعني نقبض عليه دلوقتي وهودينا السجن بنفسي، عشان مش عارف كده حاسس إن بيضرب بالنار ده ممكن يكون يعني شرطي زينا، ممكن يكون شرطي فاسد. يعني مش عارف بيضرب بالنار عشان مش عايز يقول أي حاجة، مش عارف. ممكن تكون قضية كبيرة يعني شغل الأفلام ده. نقبض عليه ندخله دلوقتي نوديه السجن. نركب يا بنركب، محتاج واحد بس معايا دعم كده منكم انتوا الاتنين عشان مش ضامن الطريق. تعالى معايا انت يا ابني. تمام نتحرك دلوقتي ونشوف برضو. خلي بالنا طبعا المنطقة فيه اصابات، الباقي بقى الشرطة الموجودة المؤاخذة، اسف يا صاحبي. في واحد واقف مش عارف شكله غريب، مش عارف الناس اللي بتقف كده، يعني مش عارف مريبة ولابس بدلة في الصحراء. مش يعني تعمل ايه يا ابني عندك يا ابني؟ شايف الرد المعفن ده يا ابني؟ امشي يا ابني.
هو الواد ده شكله مش محترم. بص على طول في دماغك، بص في دماغك على طول. يلا بينا يا عم نتحرك يا عم. وقفل في نص الشارع وفي مداهمة هناك، مش عارف الناس الغريبة دي. دلوقتي كده انا وديته للسجن ونزله برضه تحت، يعني لازم اودي انا بنفسي عشان لو حصل اي حاجة، عشان ممكن يكون هو جزء مهم من القضية. طبعا اهلا بيك يا عم حمادة، اهلا بيك، السلام عليكم. طبعا هو دلوقتي عامل عملية انتحار، اللي هو دلوقتي عمل الوريد بتاعه وحاول يموت، بس انا طبعا عامل له اسعافات اولية. هطلب بس اللي هو الطب الشرعي عشان لو حصل حالة وفاة او اي حاجة تثبت الحالة دي طبعا، ونعمل له برضه اسعافات اولية زي عملنا اللي فات ان شاء الله كده ما يموتش، عشان القضية طبعا ما تبوظ، عشان شكلها الموضوع كبير، يعني الموضوع فيه حاجة طبعا. اسعافات اولية، نعدي الجسم اهم حاجة، ودي شوف نبضه من وشه، وبعد كده اعمل له نبض صناعي. تمام والحمد لله عاش كده، الحمد لله عاش. هطلب له برضو الاسعاف، اعمل اللي عليا وامشي، واخلي عم حماده برضو يراقبه كده ويشوف النزول كده. انا طلبت له الاسعاف وان شاء الله كده جاي في السكه، وقاعد كده شكله مش عارف كده وشكله بيضيع كده. انتهى الفيديو، ان شاء الله يعجبكم، واستنوا جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.